ويمكن كلنا بنهتم بالدور الإعلامي وبدور الإعلام اللي بكل تأكيد لازم يشمله دور اجتماعي وإنساني ويكون متفاعل مع القضايا اللي بتحصل في المجتمع بشكل مباشر، لأنه ده دور كبير على الإعلام. يمكن اللي بقينا بنشوفه من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من فترة طويلة هو أنه في حملات بتهتم بالمسائل الاجتماعية والإنسانية، حملات إعلامية ضخمة بتركز على التوعية بقضايا تهم الناس، زي مثلاً الحملة اللي كلنا شفناها وتابعناها تجمل بالأخلاق، وكمان حملة التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات واللي تم الإعلان عنها امبارح. الحقيقة إنه الحملة دي حملة في منتهى الأهمية، لأنها ببساطة يعني بتوعي الشباب وبتعمل خط دفاع عن المجتمع وبتواجه الظواهر السلبية اللي ممكن إنها تهدد سلامة وأمن الأسر زي قضية تعاطي المخدرات. صحيح يا هدير، متفق معاك جدا. المميز في حملة الشركة المتحدة أيضا إنها بتركز على دور الأسرة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي، إزاي الأسر تكتشف حالات التعاطي، إزاي تتعامل معاها، إزاي يبدأوا أيضا معاها رحلة العلاج. الحملة أيضا بتستهدف توعية الأجيال الجديدة بخطورة كل أنواع المخدرات، لأنها بتكون في أحيان كتير جدا سبب في تدمير الأسرة بالكامل. بكل تأكيد الوعي يمكن هو كلمة السر اللي تخلينا نعدي يعني بالمجتمع ونتكلم عن تنمية مستدامة. لازم يكون في وعي، علشان كده التوعية يعني في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات ما تقلش أهمية عن مسألة التوعية في مواجهة الشائعات اللي بتستهدف تدمير الدولة المصرية، وكمان ما تقلش أهمية عن مواجهة الإرهاب اللي بيحصل، ولأنه في النهاية دي كلها مخاطر تواجه المجتمع المصري، فلازم يكون عندنا وعي كافي بكل هذه المخاطر، وعي كافي يخلينا نواجه هذه المخاطر. صحيح، وعلشان كده إحنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معانا فقرة توعوية مهمة جداً، إزاي نعرف إن في مدمن في البيت، إزاي نراقب تصرفاته، إزاي نتعامل معاه، إيه هو دور الأسرة فيما يتعلق بالوقاية والتواصل مع الأولاد وحمايتهم من التعاطي والإدمان. أشياء كتير جداً ربما يعني المجتمع بيجهلها، ما يعرفش يعني يخش بينها إزاي. أعتقد التوعية هو الدور الحقيقي والرئيسي للإعلام، وعلشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت هذه الحملة المهمة جدا في هذا التوقيت. صباح لحضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر.